هاي بنات، كتار منا منكون أوقات ظاهرين وفجأة بيطلعنا حبة لا على البال ولا على الخاطر. اليوم رح علمكن كيف فينا نغطي حب الشباب بواسطة الكونسيلر. إذا حابين تعرفوا كيف لازم تحضروا هيدا التوتوريال. لتغطية حب الشباب أول شي لازم نحط بيز. أنا اليوم رقيت هيدا البيز من أوربن ديكي، رح أخذ شوي منه. هيدا الشي بيساعد إنه الإفرازات بالوجه يكونوا متوازنين ويبطل كتير البشرة تفرز إفرازات دهنية. أول شي رح أحط على الخدود، أكيد ركز مثلاً على هالحبة اللي بدي فرجيكم كيف فيني غطيها. هلأ بالنسبة للعيون، أنا حطيت قبل قلم أسود بقلب عيني ومن فوق وحطيت رموش، ما رح فرجيكم كيف لأنه أكيد صرتوا حاضرين كتير فيديوز. من بعد ما نحط البرايمر صار وقت نحط الفاونديشن. أنا نقيت هذا الفاونديشن من استيلودر، رح أخذ شوي منه. هذا الفاونديشن كتير بيعطي إكلا، كتير حبيته بس ما رح كتير، رح أخذ شوي. أكيد مرق على الحبة، الجبين شوي على الأنف والدان، رح حط بعد شوي على الخدود. ارجع مد دون بواسطة هيدا الريشة من سيفورا. هلأ هيدا الفاونديشن منه فول كوفرج، هلأ رح تلاحظوا انه ما كتير رح يغطي الحبة بس بيساعد انه يخفف الاحمرار. هلا في طريقة كتار من خبيرات التجميل بيستعملوها، هو برودكت بيجي مثل الكونسيلر لونه أخضر. هذا البرودوي بيساعد انه يخبي احمرار البشرة. انا صراحة ما عندي اياه لانه ما كتير بيطلع الحبوب، مشكلتي بالبشرة اكتر مثل بوانوار واشياء افرازات تحت الجلد فمني جايبته. انتو فيكن تشتروه من حيالة محل ببيع برودكت للميك اب، تحطوه قبل الفاونديشن وبترجعوا بتكفوا الستابس اللي عم فرجيكن ياهن هلا. سو من بعد ما نحط الفاونديشن لازم نحط الكونسيلر. انا رح استعمل هيدا الكونسيلر من لوريال ورح حطه على الحبة. في نصيحة بدي اعطيكم اياها لما تختاروا الكونسيلر، مثلا هيدا الكونسيلر من سيفورا منه منيح انه تغطوا فيه الحبوب لانه مكتوب عليه توش لوميير، يعني الكونسيلر بيلتقط الضوء، يعني هيدا لازم تحطوه بس تحت العين تيعطي مثل اكلا، ما فيكم تحطوه على الحبوب. بينما هيدا الكونسيلر من لوريال منه بيلتقط الضوء، يعني فيكم تحطوه على الحبوب، بيشي مثل فاونديشن بس كتير سميك. فرح اخد منه شوي وحطه على الحبة، اكيد بطريقة التطبيع. ومن بعدها بواسطة حيلا ايبونج عندكم اياها بتطبعوه وما بتمدوا بهالطريقة، لانه هيدي الطريقة بتخلي الكونسيلر والفاونديشن يروحوا، يعني ما كأنه عملنا شيء. فبتعملوا بطريقة التطبيع، فيكن تزيدوا كوش تانية إذا كانت الحبة كتير حمراء. مثلا هون كمان أنا عندي شوية أحمرار، فيني أحط شوي من الكونسيلر. هلأ إذا لاحظتوا الفاونديشن كتير حلو يلي حطيته قبل فيه إكلا، بس لازم نحط كوش تانية منه تيغطي الكونسيلر يلي حطيته. رح أرجع أخد من الفاونديشن، ما رح كتر لأنه ديجا حطينا أول كوش، إجا حط شوي على الخدود شوي على الجبين بس أكتر على المنطقة يلي فيها الحبوب. هلأ لهالخطوة يلي هي تاني مرة ما رح استعمل ريشة تما روح المواد اللي حطيتها قبل، رح استعمل الإبونج بطريقة التطبيع. تنثبت الكونسيلر والفاونديشن لازم نستعمل باودر. أنا نقيت هيدا الباودر من لوريال لأنه لونه فاتح، ورح أخذ ريشة وبلش حط من الباودر بطريقة كتير رائعة. هلأ بس نوصل للحبة تأكدوا أنكم كمان تعملوها بطريقة التطبيع. فيكن تسمكوا عليها قد ما بدكن، أهم شي كمان ما تنقوا باودر يكون لونه غامق، لازم تنقوها مثل لون بشرتكن حتى إذا حبيتوا تزيدوا ما يبين تاش.
كمان انتبهوا انه الفاونديشن والكونسيلر يكونوا بيناسبوا بشرتكم، يعني الفاونديشن دايما جيبوه بيناسب البشره الميكست او يلي بتكون بتزيت، بهالطريقه كمان بتساعدوا انه تخففوا من ظهور الحبوب. نصيحتي كمان لكم بالنسبه للبلاش انه دايما تنقوا يا الوان ترابيه يا الوان زهر ناعم. ليه؟ لانه البشره يلي بتكون بتعاني من حب الشباب بيكون دايما في شويه احمرار، فما لازم تحطوا لون يكون كتير زهر. يعني رح فرجيكم شو قصدي بهذا الموضوع. انا عندي هون اثنين بلاش، وحده لونها زهر كتير قوي من دوتش اند جابانا، وحده من ماك لونها زهر ناعم. بدل ما استعمل هيدا البرودوي هيدا البلاش لازم استعمل هيدا يلي بيكون شوي انعم، واكيد ما بدي كتر منه. فرح اخذ بالريشه وحط شوي على الخدود بس تيعطي هيك شوي لون على زهر، وشوي تاني مان بطريقه كتير ناتورال ومن دون تحديد. اما الحمرة فانا نقيت هيدا الجلوس، هيدا جلوس على حمرة من سماش بوكس، لونه كتير حلو اذا بتلاحظوا، ورح احط منه على شفافي من دون البلاينر. هذا كان الفيديو لليوم، بتمنى تكونوا حبيتوه. اذا عندكم اي اقتراح اكتبولي بخانة التعليقات. ما تنسوا كمان تعملوا سبسكرايب لقناة دنيتي وتتواصلوا معي على فيسبوك تويتر وانستغرام. بشوفكم بفيديو جديد، باي.